برحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة احنا هنتكلم على موضوع مهم جدا، يمكن اتكلمنا في أول حلقة وأكتر من حلقات قبل كده عن اللقاح. احنا دلوقتي عندنا اللقاح الصيني ساين فارم، وكمان استرازينكا وصل، ويمكن وزيرة الصحة كانت صرحت ان المفروض ان مصر في صدد ان هي ان شاء الله يكون فيها اتفاق مع احدى الشركات، ما قالتش هي شركة ايه على وجه التحديد، لكن ان احنا نساعد او نشارك في تصنيع اللقاحات. هل احنا قادرين، البحث العلمي في مصر قادرين على المشاركه في ان احنا نعمل اللقاحات ولا لا؟ احنا كمان ساعدنا او كن لنا مشاركه في التجارب السريريه في اللقاح الصيني اللي هو ساين فارم، فهل احنا ده هنقدر نعمل حاجه زي كده؟ البحث العلمي عندنا في مصر يصلح لده؟ اعتقد ان شاء الله بالتاكيد اه. كمان لسه ما خلصناش من فيروس كورونا. الحقيقه طلع تقرير الجارديان وقال لنا ان في فيروس جديد ظهر، هو قالوا ان هو في الصين لكن هو بالتحديد في جنوب شرق اسيا. الفيروس ده بيسمى الفيروس القاتل لأن عدد المصابين منه أو النتيجة بتاعته ربنا يعافينا جميعا، يعني بنتكلم من 40-80% بتبقى وفاة. الفيروس ملوش لقاحات، ملوش علاج، له نفس الأعراض تقريبا أو شبيهة بالكورونا، يعني بيبقى عنده مشاكل في التنفس، مشاكل في جميع الأجهزة العصبية في الجسم. ويمكن خرجت بعديها بعد الخبر ده على طول كان في بيان من السفارة الصينية وقالت إن الكلام ده كله شائعات وده مش حقيقي، وإن الفيروس ده كان تم اكتشافه 1998 ودي حاجة قديمة، لكن حاليا ما فيش أي حاجة. هنتعرف هل فعلا في حاجة زي كده ظهرت قريب وربنا يعافينا إن شاء الله ما يكونش. هنعرف كمان إحنا هنقدر إن شاء الله يكون عندنا لقاحات مصنعة هنا في مصر. هنعرف العديد من المعلومات من ضيفنا الكريم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي لبحوث الأسبق. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. يا دكتور هاني يا مرحب يا مرحب، يعني ما لقينا لقاح لكورونا طلع لنا نباه في الخط كده، يعني خلي ده موضوع هنجيله عشان هو موضوع مهم. وطبعا زي ما اسماء كانت بتقول شائعات، في الغالب هي شائعات لانه ما بقاش جائحه يعني. لكن عايزه اتكلم الاول عن كورونا والوصول للقاح، ومصر ما كانتش متفرج ولا مشجع، دي كانت لاعب اساسي في الموضوع وشاركت في البحث العلمي. ايه مستوى البحث العلمي عندنا ومشاركه مصر في البحث العلمي اللي حصل على وجود لقاحات لكورونا؟ لا، وزي ما حضرتك تفضلت وذكرت، هل احنا قادرين وهل عندنا قدرات بحثيه وعلماء وباحثين يقدروا يعملوا الكلام ده او يصنعوا؟ احنا خلينا نتكلم بالواقع. انا هضرب لكم مثال. انا لما كنت رئيس مركز قومي للبحوث كانوا سنه 2005 2006 ظهرت مشكله انفلونزا الطيور. في الوقت ده انا شكلت فريق بحثي، عندنا اساتذه في المركز متخصصين في الفيروسات والكلام ده. ازاي نواجه المشكله؟ وفعلا اشتغلنا وانشانا معمل للفيروسات في الوقت ده، وقدر هذا الفريق البحثي اللي كانوا من الشباب معظمهم انه يتوصل للقاح لانفلونزا الطيور، وتم تسويقه وبعناه وانتج. احنا اللي صنعناه وانتج. تمام. فاذا احنا عندنا العلماء وعندنا الباحثين وعندنا القدرات البحثيه. فانا بقول لكم حاجه من الواقع. طب هل نفس الفريق البحثي ده مشارك حاليا؟ ايوه، ونفس هذا الفريق دلوقتي بعد ما كبر وعنده امكانيات في مركز قومي للبحوث بيجري ابحاث من بدايه ظهور الجائحه على الكورونا، وخلصوا من المراحل الاولانيه. أيوة. وفي انتظار اجراء المراحل الاكلينيكيه، التجارب يعني جربوه تجربه على الدراسات الاكلينيكيه بس لما ياخدوا الموافقات. يبقى اذا هنا القدرات البحثيه موجوده. طب هل احنا في مصر هل احنا نقدر نصنع؟ ايوه. طب تعالوا نبص، احنا عندنا قلعه في مصر اسمها فاكسيرا اللي هو مصر واللقاح. أيوة حقيقي. احنا على فكره كنا بنصدر لقاحات لافريقيا والدول العربيه. يعني الطعوم اللي كانت بتتعمل في السنين اللي فاتت دي كلها كانت بتتعمل فين؟ في مصر واللقاح. فاذا عندنا الانتاج وعندنا الخبرات اللي تنتج وعندنا الباحثين والعلماء الحمد لله. كمان احنا شاركنا زي ما سيادتك تفضلت وذكرتي مع الجانب الصيني في التجارب الاولانيه. احنا عندنا يا جماعه باحثين داخل مصر وخارج مصر على اعلى مستويات. طب حضرتك قلت ان احنا كنا بنصدر اللقاحات، يعني احنا داخلين في كنا بنصدر لقاحات الانفلونزا مثلا الموسميه والشلل الاطفال والحاجات القديمه دي، الحاجات دي كلها احنا اللي بنعملها. احنا مش بنطعم اولادنا كل سنه التطعيم الثلاثي بتاع السعال الديكي هو احنا بنستخدم الحاجات دي؟ المهم نعرف ان ده بايدي مصريه. الصناعات اللقاحات دي كلها معموله عندنا فاكسيرا بتعمل الكلام ده من سنين.
عظيم. من سنين مش من 5 سنين. يا من سنين دكتور يعني. هاني اللي عندنا في الجامعات المصرية اللي بيتخرج منها شباب بيقدروا يعملوا يعني يدخلوا وياخدوا مجالات البحث العلمي دي في مصر؟ طبعا. ايه التخصصات اللي موجودة عندنا؟ عندنا كل التخصصات حضرتك. الصيدلة، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة، كيمياء، فيزياء، كل العلوم. يعني هو المركز القومي للبحوث مش فيه 15 شعبة بتضم كل الفيزياء والكيمياء العضوية وغير العضوية وابحاث البيئة والصحة والزراعة والأسنان وكل حاجة. فكل دول بيبقوا أوائل خريجين ده في المركز، والباقي احنا عندنا 40 مركز بحث في مصر في الزراعة وفي البيئة وفي المية وفي الإسكان وفي كل حاجة. طب احنا شايفين شركات عالمية مثلا زي أسترازينيكا عندها دلوقتي مشكلة في توريد اللقاحات حتى لأوروبا حتى لإنجلترا، وفي مشاكل علشان طبعا احنا بنتكلم في عدد جرعات كبير جدا. هل عندنا احنا البنية التحتية اللي تقدر ان احنا نعمل، احنا ما شاء الله يعني 100 مليون، ان احنا لو ان شاء الله وصلنا لاتفاق مع احدى الشركات عندنا البنية التحتية ان احنا نعمل هذا العدد الضخم؟ احنا موقعين اتفاق، وزارة الصحة وقعت اتفاق مع الجانب الصيني اللي بمقتضاه يبقى مصر مركز اقليمي لانتاج اللقاحات وتصديرها لافريقيا. فهو وزاره الصحه مش هتوقع كده الا اذا كانت عارفه ان هي عندها الامكانيات والبنيه التحتيه. ايوه عندك الامكانيات عندنا البنية. طبعا منازلها موجوده في مصر واللقاح. فده فعلا اتفاقيه موقعه. كمان احنا ليه بناخد اكتر من لقاح؟ لان ما فيش شركه من الشركات هتقدر تغطي العالم كله بالتاكيد. فلازم اخد من الامريكاني والالماني والانجليزي والصيني والروسي. وعايز اقول لكم حاجه، ان ساعات الناس تقول لك لا اصل اللقاح الصيني وبتاع، احنا بنهرج. هي الصين دي، ده الصين دي القوه الثانيه دلوقتي قدام الولايات المتحده الامريكيه. ده بنزل صواريخ يعني ما يصحش. لما نتكلم على دوله الصين دي نتكلم على دوله متقدمه تكنولوجيا في جميع المجالات بما فيها مجال الطب. فبالتالي طبعا اللقاح بتاعهم لقاح ابن كويس وشغال، كل اللقاحات زي بعض. ده بيجيب 86%، ده بيجيب 90%، ده بيكمل. لا وفي مقولة أخرى كمان يا دكتور، يعني اللي حضر العفريت بيعرف يصرفه، فأكيد يعني اللقاح الصيني ده. وبعدين اللقاح الصيني معمول بالطريقة اللي احنا من أيام ما كلية الطب درسناها ومعروفة، الطرق أسهل الطرق إلى الحاجة سميها ليفينج اتينيوتد فيروس، أو الفيروس اللي يتم تضعيفه يبقى ضعيف جدا بحيث أنا أقدر لما أخده أقاومه من غير ما يصيبني مرض. طب ايه صحيح ان هو في بعض اللقاحات مثلا زي استرازينكا لم يتم التجارب السريه عليها على الكبار السن فوق 65 سنه، فده لا يصلح لهم هذا اللقاح، فلازم يكونوا في اللقاح الصيني وهكذا؟ الفرق بين اللقاح والاخر في هذا المجال يعني التجربه السريه، السن، ارتفاع السن مثلا يبقى لازم حاجه معينه؟ هو طبعا لغايه دلوقتي اللقاح الصيني لغايه دلوقتي واضح ان هو امنه. يعني شوفي كمية الناس اللي أخدته في الصين وفي روسيا وفي دول الخليج وهنا ما صاروش أعراض جانبية. فده ميزة كبيرة وبياخد كل الأعمار. وفي دول الاتحاد الأوروبي دلوقتي عملت اتفاقات هتاخد بالفعل اللقاح الصيني. هو هيطلع في الآخر رقم واحد، اللي هم يعني زي ما حضرتك قلت يعني هم اللي اكتشفوا كلام وهم في الآخر. فهو لقاح كويس والنتائج بتاعته كويس، لكن الفكرة في إيه؟ ليه بعض الحاجات زي ما حضرتك بتقولي لا لا وما ينفعش؟ الموضوع قريب، احنا ما كملناش سنه على بدايه الوباء. فالعلم طبعا والتجربه بتبين لك حاجات. الناس هتقول لك لا ما ناخدش تطعيم اصل لسه الموضوع جديد. يا جماعه ده وباء ما ينفعش في الهزار، مش ما فيش وقت استنى. الحاجه الثانيه، طب تعالي نرجع بقى للتاريخ. ما احنا على فكره لولا اللقاحات دي كان عدد سكان الارض دلوقتي بقى نص العدد اللي موجود، لان احنا مرينا فتره الجدري. جدري زمان ما هو 50 مليون لما اتعمل اللقاح بتاعه كان على وجه السرعه، ما استنوش بقى قال لك لا استنى 10 سنين ما اشوف النتائج. لا ده كان حاجه بتبيد العالم فخدوه. واللقاحات الاخرى والحصبه وشلل الاطفال والسعال الديكي والغده يعني النجفيه، لا الحاجات اللي ولادنا بياخدوها كل يوم. والسل، مش دي كلها تطعيمات لما كان في اوبئه اتعملت اثناء الاوبئه. طب قول لي يا دكتور، هل نقدر نقول ان احنا هنعيش عصر أوبئة جديد يعني بعد خلاص كورونا؟ احنا خدنا عليه وخد علينا دلوقتي وفي لقاحات، ويعني وان شاء الله 21 تبقى نهاية كورونا بإذن الله. الخوف والذعر يعني اللي كان موجود السنة اللي فاتت اعتقد ما بقاش يعني زي الاول خالص. فبنبتدي نسمع دلوقتي عن فيروسات جديدة، وطبعا اول بلد بيتم الصاق التهمة بيها هي الصين. يعني رغم ان الصين قالت لا والله مش انا، ده موجود في اسيا من زمان، من يمكن اكتر من 20 سنة، موجود في الهند وموجود في الصين وموجود في ماليزيا وموجود، يعني فيروس نيباه ده. الناس طبعا خايفة، قالت لك طب هو هيجي عندنا مصر؟ طب هو احنا عندنا حالات؟ طب ايه الموضوع يعني؟ اولا قبل كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نيباه مش في مصر يعني ان شاء الله، حتى مش هيكون في مصر يعني إن شاء الله. حتى هذه اللحظة النهاردة
هذا الفيروس غير موجود في مصر ولا منتشر في العالم. هقول لحضرتك يعني عشان يعني بس الاول انا بدات ليه عشان هلع. اشاعات هذا الفيروس بنطمن الناس اللي شايفينه غير موجود في مصر. هو موجود في بعض مدن جنوب قصدي بلاد جنوب شرق اسيا من زمان وباعداد محدوده وحتى الان لم يتحول الى وباء. حضرتك قلت جريده الجارديان راح تكتب اصل يعني برضو مش كل حاجه تتقال ناخدها بمحمل الجد قالت خبر انما هل هو وباء؟ عارفه لو كان هو وباء كانت منظمه الصحه العالميه طلعت بيان على طول قالت طبعا. ايوه في وباء في جنوب شرق اسيا. لا حالات قليله وبيتم التعامل معاها واعتقد انتشاره كمان مش سريع زي الكورونا لانه لازم بالاتصال المباشر. ما اقدرش اقول كده يعني هم ده اللي اتقال عليه سنه في اكتشافه كورونا في الاول كان محدود يعني هو يعني انتشاره محدود ما هو ده بقى اللي بس هل يحصل فيه تحور او كده لسه محدش يعرف ربنا يستر. لكن هو محدود هو ليس وضع وبائي خالص في جنوب شرق سواء ماليزيا او غيرها او الصين والاعداد محدوده جدا والمنظر دلوقتي ما يخوفش. طب بيجي يعني الفيروس ده جه من ايه؟ يعني كورونا قالوا ساعتها الخفافيش ما هو برضو مثلا هي برضه الخفافيش احنا مش عارفين نعمل ايه في الخفافيش هو الخفاش ابن الايه ده بس هنا طريقه العدوى حاجه ثانيه. ايه بقى؟ هو انت عارفه الخفافيش بتاكل دايما البلح والفاكهه والكلام من ده فلما بتاكله بيبقى فيه فضلات ممكن انسان يجي ياكل حاجه من الفاكهه دي الملوثه اللي مش نظيفه من غير ما يغسلها فيتعرض للاصابه. لكن بعد كده بتتنقل من انسان لانسان ثبت انه بيتنقل من انسان وهو موجود على فكره مش جديد بالظبط ده بقى له اكتر من 10 سنين ماشي هو الحمد لله مش في مصر بس انا يعني برضو العلم نور بيتنقل ايه برضو بالتنفس يعني بالنفس ولا باللمس ولا بايه وبرضو عشان. عن طريق الفضلات والاكل وكلام من ده بالمخالطه المباشره وممكن يجي من الاكل ملوث وممكن يجي من الانسان طبعا بالتعامل مع انسان اخر في نفس المنزل او كده برضو عرضه زي الانفلونزا برضو نرجع ايه الحمايه؟ النظافه الشخصيه. دي من غير فيروس ولا غير يعني لما انا اغسل ايدي يعني. بالميه والصابون قبل الاكل واخد اكل نظيف خلاص مفيش مشكله. بس برضو الفيروس نيبا مش موجود في مصر. حتى هذه اللحظه الحمد لله ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا في افريقيا. مش منتشر خلاص هو مش وباء. بس هو ملوش برضو علاج وملوش لقاح وملوش اي حاجه لسه لغايه دلوقتي. من الفيروسات اللي لسه لم يتم اكتشافها. وبعدين انت حضرتك سالتي طب وفي المستقبل دي حاجات يعني طب ليه دلوقتي بعض الناس جديده احنا ما انا بقول لك بعض الناس بتسال ليه دلوقتي بنتكلم على الفيروس ده يعني البعض ربط بينه وبين ان هو شركه موديرنا دلوقتي بتعمل تجارب على اللقاحات الخاصه بيه ف يعني ليه دلوقتي الطرح ان لا ده يا جماعه في فيروس اسمه نيبا وظهر في جنوب شرق اسيا؟ ما دي بيسموها حروب الجيل الرابع حضرتك. اللي هي اللي انا ممكن استخدم يعني وسائل الاعلام المختلفه ان انا احارب بلاد تانية. يعني انا ما اطلع دلوقتي واقول انا طبعا مش عايز اتهم اروح كاتب خبر اقول ان البلد الفلانيه فيها وباء خلاص ده انا بضرب البلد دي وبضرب اقتصادها. وصلت. فكده. فدي يعني احنا زمن دلوقتي ده اتغير خالص. الحروب دلوقتي ما بقتش طب خلينا نرجع تاني بقى دكتور والاهم بالنسبه لنا الكورونا اللي احنا عايشين معاها يومين. موضوع ان هو الواحد ياخد لقاح من نوع معين الجرعه الاوانيه ما ياخدش الجرعه الثانيه او ياخده من نوع تاني هل ده ممكن ولا لا؟ والناس اللي هي ممكن تاخد الجرعه الاولى وبعد كده خلاص ما انا اخدت بقى مناعه 60% كفايه على اللي هو عدم الجديه الى حد ما. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي وخصوصا في ظل برضه هنرجع تاني لتاخر الشركات في ان هي تسلم الشحنات الخاصه باللقاحات؟ طبعا حاجه التاخر ده نتيجه كميات الانتاج اكيد احنا بنتكلم في مليارات بقى سكان الكره الارضيه 7 مليار وشويه فما فيش ولا 500 شركه يقدروا يعدوا فهم بياخدوا وقت فهم لكن فاتحين على باخر حاجه يعني في بعض التطعيمات معظمها لغايه دلوقتي لازم بيبقى في بوستر دو يعني جرعه ثانيه بعد 3 اسابيع ابتدوا دلوقتي العلمي بيتقدم ممكن لو اللقاح اتاخر يمتد اكتر من 21 يوم او امتد لا هم 21 يوم لا لو اتاخر يعني ينفع ولا مفعول ويبقى خلص ولا ايه؟ طالما في جرعه انا حاسب حاجه هاخدها هتقعد كذا والثانيه بعدها مفيش مشكله او 21 يوم او 28 يوم اوكي انما العلم بيتقدم فهم ابتدوا يوصلوا دلوقتي انواع لا ده هي جرعه واحده الابحاث شغاله والعلماء بيحاولوا يطوروا باستمرار فهو عمل لقاح وتلاقي بعد مده ان لا بقى فيها لقاحات اجدد صح واللقاح مثلا الجديد خالص هتبص تلاقيه لو في تحول لاكثر من سلاله بيقاومهم كلهم نفس الموضوع هل اللقاحات بقى الموجوده كلها صالحه للتحولات اللي حصلت في الفيروس اللي ما حدش يعرف لغايه دلوقتي؟ ميزه الصيني بقى انه فعلا لانه ليفنج اتنيويتد فاي تحور في الفيروس هتلاقيه هو يتماشى مع التحورات
انما لما اكون باخد عشان سبايك بروتين نفسه بعد اضعافه بالظبط، يعني عشان كده هذا النوع من اللقاحات بيبقى كويس جدا. بس خلينا برضو نشير لنقطة أنه منظمة الصحة العالمية والشركات المصنعة لكل اللقاحات يا دكتور قالت أنه كل اللقاحات الموجودة بتقي من الأعراض الشديدة اللي هي الأزمات التنفسية والوفاة وما إلى ذلك بنسبة 100%، لكن الأعراض البسيطة أو أن أنت تبقى حامل للفيروس دي ممكن تبقى موجودة وبتختلف من فيروس للتاني. فيعني أي فيروس متاح نقدر ناخده وإحنا مطمنين، مش كده؟ أي لقاح، أي لقاح، أي لقاح، بعد الشر علينا، هو كورونا بوظ لنا البيئة. أي لقاح نقدر ناخده وإحنا مطمنين يعني. طبعا يعني دي كلها لقاحات اتجربت، وبعدين عايز أطمن الناس. يقول لك أصل في آثار جانبية، تعالى بقى أنت تعالى نشوف الآثار الجانبية قد إيه. يعني تلاقي مثلا 10,000 واحد خدوا، في واحد فيهم جالهم حساسيه، خد مضاد للهستامين خف ثاني يوم. ما هو احنا لو بصينا على فكره في الادويه اللي بناخدها طول النهار دي كلها اعراض جانبيه، لو حد بالظبط مش هتاخديها، مش هياخد ادويه صح؟ اي شيء في الدنيا. هقول لحضرتك حاجه، ومش دايما بتجي لك الاعراض الجانبيه. بس يعني هقول لك حاجه بعيد عن الادويه، انا لو عطشان دلوقتي وشربت كوبايه ميه خلاص ارتوي. طب لو شربت ازازه ميه هفطس، ما هي ميه كويس. فاي حاجه اتاخدت زياده ممكن تبقى، فانا عايز اقول اي شيء، اي شيء. ولكن معظم اللقاحات دلوقتي الاثار الجانبيه بتاعتها محدوده جدا للغايه، عباره عن حساسيه وبتخلص في 24 ساعه باي مضاد، فالناس تطمن يعني. بص حضرتك احنا وسيله القضاء على هذا الفيروس هم حاجتين، الكمامه ثم اللقاح. بالتأكيد. شكرا جزيلا دكتور هاني الناظر، شرفتنا ونورتنا، ودايما كده يعني بتقول لنا معلومات علميه موثوقه فنطمن. شكرا ليك يا دكتور، اهم حاجه تطمنوا باذن الله. يا رب امين. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير جدا، وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا النهارده في 8 الصبح.